خليني الآن شوي أوضح أكثر. دير بالكم كل هذا وإحنا منبلور إيش مفهوم الموالاة. شوفوا لما غابت الفكرة في الدولة الإسلامية في المجتمعات المسلمة وصارت الأمة متخلفة لقرون، وبعدين بدينا ننهض وظنينا حالنا إنه إحنا يعني يعني صرنا واعيين الآن وبدينا نفهم وإلى آخره، وجدنا الأمة مفرقة في لحظة التخلف، بدنا نجمع الأمة وبدنا ممتاز. خليني أخذ بلد زي سوريا. سوريا اللي بصير فيها المذابح الآن، أجي عندي مثلا مجتمع، أجي عندي حزب البعث، أيوه حزب البعث، شو بدك يا حزب البعث؟ بدي وحدة الأمة، وحدة حرية اشتراكية. هو طبعا على فكرة مش في الأول ما كانش اشتراكية، كان في عندك حزب البعث الاشتراكي، عفوا حزب العربي الاشتراكي وحزب البعث العربي. شوفها حزب العربي الاشتراكي وحزب البعث العربي في بداية الخمسينات شو صار فيهم؟ اندمجوا فصاروا حزب البعث العربي الاشتراكي. طيب بعث معناته بدي بعث الأمة، هاي واحد عربي ضمن العروبة بده حرية الأمة، وحدة الأمة، تفاصيل. طبعا فيما بعد شفنا احنا، وهي النهايات، هاي نهايات كل هذه الأحزاب اللي جت وحدة وحرية واشتراكية. واشتراكية هاي شفنا الآن احنا قاعدين بنحصد وما فيش بلد شذ منهن. طيب الأقليات في المجتمع السوري مثلا، كان في عندك مثلا علويين، في عندك إسماعيليين، في عندك دروز، في عندك مسيحيين، تمام، وفي مسلمين الأكثرية. المسلمين شوفوا الآن، المسلمين على ضوء انه الآن احنا عرب وما بصيرش يكون فينا، طيب تعال يا أسد وتعال يا جديد، واحد جابوه من الدروز واحد جابوه من العلويين وفي كمان إسماعيلي، بلاش الأسماء الآن، وصاروا قادة 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 قادة. طبعا الأسد كعلوي في الأخير شطب على هذولاك كلهم، على الدروز وغيرهم. وانتوا شفتوا الأمة في خطأها الأول، انه احنا كلنا اشي، مش يجي يقولوا ايش هم العلويين هذول، شو تاريخهم صحيح، ولما يصير بدقود الأمة المسلمة الأغلبية، ليش وين في أمة كافرة على وجه الأرض حتى مش مسلمة بتقبل لواحد مش منها ومش من عقيدتها يكون يقودها؟ مين أدخلوهم في الأحزاب؟ ودخلوا في الأحزاب وفي الأخير طبعا صفوا بعضهم، يعني استطاع الأسد يصفي مثلا الدروز، واستطاع يصفي واضح. لما اتخذنا وليجة، شو يعني وليجة؟ أدخلنا فينا ما ليس منا. شو صار؟ شو شايفين الآن انتو؟ شو شايفين؟ وطبقوا في كل البلاد، وطبقوا في كل البلاد، لما ادخلنا فينا ما ليس منا، ادخلنا فينا فيس من فكرنا، ادخلنا فينا جماعات ليس منا، باسم انه احنا يعني، طب ما هو الدول اللي سمت حالها ديمقراطية وكذا، انو قال لك ما هو اصلا في الولايات المتحدة، في الولايات المتحدة منذ استقلت الى يومنا هذا لم يحكم الا بروتستانتي ما عدا كاثوليكي واحد، وقتلوه اللي هو كينيدي، بروتستانتي، والبروتستانتي مسيحي، والكاثوليكي مسيحي، البروتستانتي مسيحي والكاثوليكي مسيحي، ومع ذلك هاليتيم مش تقول انه كاثوليكي طبعا، بس بقول يا هالصدفة انه هالكاثوليكي اللي وصل انطخ، والباقي بروتستانت، والباقي بروتستانت. وين اللي بيقبلوا بالكم؟ وين اللي بيقبلوا اي عقيدة؟ يعني البوذي بيقبل؟ هو البوذي الاكثرية بيقبل؟ يعني الهندوسي بيقبل؟ المسيحي بيقبل؟ انا لا يقبل انه يجي تدخل فيما ليس منه ويقودك ويتحكم في مصيرك. هالقلوب الطيبة قال يعني، وادخلت
وشوفوا الآن ادرسوا الدول المختلفة وشوفوا كيف لما اتخذت وليجة. شو يعني وليجة؟ ادخلت منه ما ليس منه، ادخلت فيه ما ليس منه. ها شو صار؟ ايو صار، وانتو شايفوا كل شيء عندكم. وحتى اللي نافقوا فيهم كلهم منافقين على فكرة، حتى اللي كانوا ينافقوا في الكلام، حتى اللي ينافقوا في الكلام. ليش؟ ليش ابو رقيبة مثلا في تونس ما كانش مسلم؟ مش بقول مسلم، ما هو هو اللي قال للناس بلاش صيام رمضان وخلصونا من هالشغل، هو نو نفسه. طب ما سمعوهاش هاي، ما سمعوهاش هاي، وما سمعناش مثلها ومثلها ومثلها، وما سمعناش بابن علي وهو يعطي ممغنطة مشان تدخل المسجد، ممغنطة في دخول المساجد. طب ايش هذا؟ طب وفلان الاسد لما سلك ايش كان يسلك؟ وفلان 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 ايش؟ انتبهنا الان لقضية وليجة. ثم مش بس وليجة اللي هو المدخل، يعني لحظة، الدخيل الذي ليس منه، وعلى فكرة بظله هو ليس منك ومش عم ينسجم معك اصلا. خذوا هذا الدرس، زمان ما هم اصلا ما كانوش سائلين في الحكم الشرعي، ما كانوش سائلين في الحكم الشرعي ولا هم دارسين قرآن ولا غيره، ولذلك اتخذوا وليجة. اتخذوا وليجة والام بتدفع ثمن، اتخذوا وليجة والام بتدفع ثمن. يا وليجة كفار، يا وليجة منافقين، ادخلوها في جسم الامة. تمام. وقيادات، قيادات عليا، قيادات عليا، وليجة. طيب كن قال لك ديمقراطية وكذا الاخير، البلاد الديمقراطية بتقبلش هالكلام اصلا، ولا بتقبل انه الاكثرية يحكمها وليجة، وانت اصلا ما عندك ديمقراطية اللي بتقول عنها، اصلا انت دكتاتورية. هو اصلا الوليجة بقدر بدون دكتاتورية يظل موجود ويبطش بالامة؟ هذا اللي صار. طيب اوليجة، اوليجة في الفكرة، دخيلة في الفكرة نفسها، وبالتالي صرتوا تجدوا اليوم مشايخ بتزيوا بالزي. ما هو صار بيخدعوا الناس في الزي. وانت كان الاسلام اصلا زي، وانت كان الاسلام زي، وانت كان الاسلام لحية مثلا، حتى نقول مسلم، هذه اللحية للذكر، للذكر، وهي خلق الله الحكيم. تمام. وما هوش لباس الدين وزي. طيب مشايخ اليوم عم نلاحظ عليهم، واللي بدرس بتلاحظ بيدخلوا في الدين من الافكار ما ليس منه، وبتجد ناس كن قال لك الشيخ الفلاني قال،